السلام عليكم. اليوم نتكلم على نافي دابيل دوفر في الجريدة الرسمية للشركات التي يعني ديبوزي اون اوفر عرض عمل لمشروع تغطية ملعب 5 جويلية. إذن وهذا لافي دابيل دايرينو غير على الشركات الوطنية، هذا غير يعني لا أفهمه جيدا. هنا نكتبه باللي مديرية الأشغال العمومية لمدينة لولاية الجزائر العاصمة تنشر نداء للعرض نتاع الأشغال، يخص وطني، يخص الشركات الوطنية لتغطية وتوسعة ملعب 5 جويلية. يعني لأن تكون في لا كلاسيفيكاسيون، في الترتيب التاسع، كاتيجوري التاسع، يعني من أقوى الشركات، هذا أمر مفهوم. لكن اللي لم أفهمه، تطلب أن تكون لها يعني من بين الشروط أن تكون لديها تجربة في هذا الميدان نتاع المشاريع نتاع تغطية الملاعب. وإحنا نعرف بأن الشركات الوطنية، ما كان شركة وطنية اللي قامت بمثل هذا المشروع نتاع تغطية ملعب تاع كرة قدم في بالحجم تاع ملعب 5 جويلية. يعني لأنه علاش، أنا كتجربتي كمهندس في الميدان وبالدراسة نتاعي، تغطية الميدان تاع كرة قدم وتغطية نتاع قاعة نتاع مصنع أو الآخر ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة، لأن المصنع يعني الشكل ديالو مربع، والملعب باش تغطي ملعب عنده شكل دائري، ولازم تكون لابورتي كبيرة، لأن التغطية ما تقبلش يكون فيه أعمدة داخل الملعب ولا داخل المدرجات. معناه أنه لازم تكون التغطية بدون أعمدة من نوع تاع التغطية اللي موجودة في دويرة أو في كل يعني في تيزي وزو، يعني التغطية تكون بدون أعمدة، يعني لونغ بورتي، ما يسمى لا بورتي نتاع لي ستركتور نتاع لا كوفرتير. إذن شيء يعني والله لا أفهمه، أنه يعني النداء لافي دابيل دوفر هذا داروه وطني، معناه لازم تكون شركة وطنية موجودة في الجزائر. اللهم إذا فيه شركة صينية اللي قامت بالأشغال نتاع أحد الملاعب هذه الأخيرة اللي تم إنجازها، وتكون هذه الشركة تابعة للقانون الجزائري، يعني عندها ريجيست كوميرس تاعها مسجل هنا في الجزائر، إذا كان في هكذا الأمر ربما تقدر. لكن ما عدا هذا، يعني الشركات الوطنية ما عندهاش تجربة بتغطية الملاعب الكرة القدم بالحجم نتاع ملعب 5 جويلية. إذن السؤال يبقى مطروح، و لافي دابيل اللي مطروح بالسيرة هذه، وهذا لافي دابيل مطروح في 18 جوان، في 18 جانفي، يعني اليوم 18 جانفي 2023، يعني تم نشره اليوم في الجريدة الرسمية نتاع لي زوفر، البوموب سكون ابل لو بوموب، وكذلك في الجرائد الرسمية اللي يعني تنشر مثل هذه النداءات نتاع يعني لابيل ا سوميسيون نتاع المشاريع. يعني اذا بقات لافي دابيل دوفر بهذه السيره، ما راحش يلقاو الشركه اللي راح تلبي الشروط التي يعني بتاع انشاء المشروع هذا في وقته. اترككم في رعايه الله، وحفظه، والسلام عليكم.